مين كان يعرف؟ Ah!
Sift! تسجيل صغير. أهلا يا فندم، عندنا مشكلة. عندنا مشاكل كتير يا عسكري. بتتكلم على أنهي واحدة في قطر تاني دلوقتي جاي بسرعة؟ خلي الناس دول يرجعوا ورا ورا. اتصال بالقيادة، مفيش مساحة. أنا قلتلهم احنا محتاجين ناقلات تانية هنا، وإلا هنضطر نقفل الموقع. يا فندم انت مش فاهم. أيوة مش متنيل، السفلة في بورتلاند مش بيفهموا. قلت لهم ما عندناش مساحه، الطريق لحد فيرويل كان متامن كويس. كل سرير من هنا لحد شيمولت مليان ناس بيعيطوا بدل الدموع ده. ما حدش بيرد. هو انت بتقول ايه بالظبط؟ ما فيش حد بيتنيل يرد. اتحرك اتحرك خبر. ما اعتقدش ان القطارات هتكون شغاله قريب، مش كده؟
قرب من البوابة. افتحوا. ديك.
انا هغفل حبة حلوين كده. طيب ماشي يلا بينا. مبسوط اننا لقينا حاجة ما فيهاش عدوى. اظن في حاجة نبتت هنا. استنى دقيق. من شهرين كنا في كريزي ويلز. ازيك يا صياد الجوايز؟ شخصية قوية. بلير اخبارك ايه؟ اوكي. حلو جدا. ده تطور فعلا. اختيار حلو. ايوه حلو. تمام. ديك خلي بالك. ديك سانت جون ازيك؟ باز ايه اخبارك؟ الموتوسيكل حالته صعبة. اكيد طبعا هتلاقيني هنا دايما. افتحوا. اهلا مبسوطه برجوعك. ديك ايه الاخبار يا ماني؟ احتاج بنزين. في اكتر بعد كده. تمام. عامل ايه يا ديك؟ اهلا دايما. ايه مفيش عملات؟ دايما اشوفك قريب. ديكن سين جان. اهلا دايمون. ايه اخبار تجارة السلاح؟
يلا عايز افتح البوابه. اللي بيحصل ده؟ لا 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 مش المرة دي.
الله. مش هيفتح. Oh!
صحيح حياتهم. يلا حطوا ذخيرة.